شيخ علي. قامت شبكة نور الغدير الخيرية التي مقرها محافظة ديالى ناحية كنعان منطقة دور مندلي زيارة إلى العتبات المقدسة، إلى المزارات الشريفة المنتشرة في منطقة مندلي على الحدود العراقية الإيرانية. هذا المكان هو مكان السيد الحاج يوسف الذي يرجع بنسبه إلى الحسن المثنى ابن الإمام الحسن المجتبى ابن علي ابن أبي طالب عليه السلام. وحسب الروايات التاريخية التي تروي بأن هذا المكان أو هذا الحاج كان ساقي للجند أو ساعي للبريد في هذا المكان، كما أسلفنا بئر لا ينضب ماءه وكذلك بركة لتستخدم ببركة هذا الوجود لعلاج الأمراض الجلدية كما موجود في منطقة حمام العليل بالموصل. نشكر متابعينا، جميع متابعينا في جميع دول العالم الذين يتابعون قناتنا. نشكر مشتركينا. إذا كان لكم تصويبات أو ملاحظات تتشرف متابعتكم وملاحظاتكم.